تقع ولاية سيكم الهندية في شرق جبال الهيمالايا. تجري هذه الولاية الصغيرة تجربة فريدة، فالزراعة هنا عضوية 100%، والمبيدات الحشرية والأسمدة الصناعية ممنوعة. نحن لا نأخذ كل شيء من البيئة فحسب، نحن نرد شيئاً إلى البيئة أيضاً. في الوقت نفسه في ألمانيا لا تشهد الزراعة العضوية الطفرة المرجوة. لماذا لا تزال غير سائدة؟ هل سيكم مثال يحتذى به للدول الأخرى؟ السلطات في سيكم صارمة. الفاكهة والخضار المزروعة تقليدياً ممنوعة، لذا يتم إتلافها. كان المهربون يحاولون بيع هذه المنتجات في السوق في غانغتوك عاصمة الولاية. تم القبض على المهربين من قبل باسانغ تامانغ الذي وظفته الحكومة كضابط لمراقبة الأطعمة. نحن نقوم بعمل مفيد لأرضنا، لهذا يجب ألا نشعر بالحزن، لأننا نقدم مثالاً للعالم بأسره على أن هذا ليس مفيداً لصحتنا وليس مفيداً للبيئة، لهذا السبب نتلف كل هذه الكميات. يتم إتلاف المنتجات الطازجة بانتظام في سيكم. تتخذ الحكومة المحلية بسياساتها موقفاً ثابتاً ضد ممارسات الزراعة العالمية التي تعتمد بشكل كبير على الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية. عام 2016 أصبحت سيكم أول ولاية عضوية بالكامل في العالم. تقع سيكم في شرق جبال الهيمالايا وتغطي 7000 كيلومتر مربع. مدينة غانغتوك التي تقع على ارتفاع 1800 متر هي عاصمتها. قد تكون سيكم جزءاً من الهند، لكن فيما يتعلق بالسياسة الزراعية فهي سلكت طريقها الخاصة في الأعوام الثلاثة الأخيرة. المنتجات المتوفرة لسكانها البالغ عددهم حوالي 700 ألف نسمة هي عضوية فقط. أختار الأطعمة العضوية لأطفالي ولي، إنها مفيدة للصحة، إنها مفيدة بشكل خاص للأطفال ومفيدة لنا جميعاً. أختار الأطعمة العضوية وليس الأطعمة التي استخدمت فيها المبيدات. خبير الزراعة العضوية برينفارد جاير سافر إلى سيكم نيابة عن عدة منظمات عالمية للاستدامة. جاء إلى هنا ليتأكد من أن زراعتها عضوية 100%، وإذا كانت كذلك كيف تمكنت الولاية من فعل ذلك؟ انطباعاته الأولى إيجابية. تذوقت للتو حبة فلفل، إنها حارة ومذاقها حقيقي جدا، تماما كما يجب أن يكون الفلفل. الجزر طازج جدا، يمكنك أن تتذوق أنه تم جنيه البارحة. تسرني رؤية كل شيء طازجا وبنوعية جيدة. ثمار البابايا ممتازة، ترغب بقطعها والانغماس فيها. هذا ما يجب أن تكون عليه الزراعة العضوية. منتجات لذيذة جميلة الشكل مع نكهة رائعة. بالنسبة لي هذه هي الزراعة العضوية. تم تكليف بينفارد جاير بتحديد ما إذا كانت سيكم يجب أن تترشح لجائزة دولية مرموقة للسياسات التي تشجع إيكولوجيا الزراعة. سوف يمضي أسبوعاً هنا كضيف من ألمانيا، بلد ينظر إليه في سيكم على أنه متطور للغاية من ناحية الزراعة العضوية. يدير جيورغ ماير هوفر مزرعة تقليدية قرب باساو في جنوب ألمانيا. 60% تقريباً من أرباحه تأتي من المحاصيل التي تستخدم لأجل الغاز الحيوي. يريد أن يزرع بطريقة مستدامة ويتجنب استخدام المبيدات، لكنه لا يعتقد أن التحول الكامل إلى الزراعة العضوية ضروري. ينتج نوع الزراعة معا محاصيل صحية ستساعدك على أن تعيش حتى 100 عام. التحليلات التي نستخدمها دقيقة للغاية، يمكننا في هذه الأيام تحديد حتى أصغر الرواسب. لذا أنا أشكك كثيراً بفكرة أن للزراعة التقليدية تأثيرات ضارة على صحة الناس. رغم تحفظاته، يجري جيورغ ماير هوفر تجارب في الزراعة العضوية من حين لآخر. هذا العام لم يستخدم أي مبيد حشري على السلجم الذي يزرعه للاستهلاك البشري. يريد أن يرى اليوم إذا أحدث ذلك فرقاً.
ما نراه هنا هو غزو لسوسة جذوع نبات السلجم. بالنسبة لي كمزارع، من الصعب دائماً تحديد ما يفعله المبيد بدقة. لا تعرف تماماً ما التأثيرات التي ينتجها، لكنني أحاول تجربة أشياء جديدة، وكمرب للنحل، أردت معرفة ما إذا كان الاستغناء عن المبيدات خياراً قابلاً للتطبيق. يرجع كل شيء إلى المحصول. وفق غزو الحشرات الذي نراه هنا، لا يبدو الأمر واعداً. التحول إلى زراعة العضوية عملية تستهلك الوقت وتتطلب الكثير من الصبر. تحتاج المحاصيل والتربة إلى التكيف بعد أعوام من الزراعة التقليدية. تجربة جيورغ ماير هوفر مع السلجم كلفته 25% من إنتاجه المعتاد. سوف يعود العام المقبل إلى بخ محاصيله. مع الزراعة التقليدية لا تتم مراعاة خسائر المحاصيل في نموذج العمل. من أجل زيادة الأرباح، ينبغي على المزارعين أن يكونوا مجموعة منظمة ومتوافقة. إنه يوم المزارعين الألمان في فيسبادن، المؤتمر السنوي لجمعية المزارعين الألمان. يعرض الحدث مقدار نجاح الزراعة في ألمانيا. إنها صناعة على نطاق واسع تقودها مجموعات مصالح تتجنب المخاطر. يصر المندوبون على أنهم منفتحون بشأن الزراعة العضوية، لكنهم يؤكدون أيضاً على أنها سوق معقدة. إذا لم نجد مشترين، أو إذا أخبرنا قطاع الزراعة العضوية أنه يفضل الحبوب العضوية المستوردة من أوكرانيا، عندها يتوجب علينا أخذ ذلك بالاعتبار. نحن لا نعمل في مجال فارغ. السوق العضوي موجود وسيستمر بالنمو، لكن التحول المخطط له مركزياً إلى الزراعة العضوية بنسبة 100% ليس منطقياً. بالحكم على المزاج في الاجتماع العام للمزارعين، للزراعة العضوية فرصة ضئيلة للازدهار. تقوم الجمعية بتطوير علاقاتها بصناعة الكيماويات بعناية. واحد من أكبر مصنعي المبيدات في العالم من بين الراعين للحدث. مع ذلك، من بين المزارعين الألمان الكثير من المعارضين للطرق التقليدية. هنا في منطقة ألتسلاند شمال هامبورغ، أدار أولريك بيكمان ظهره للزراعة بالأسلوب القديم بعد 20 عاماً. سوف يهطل المطر من جديد في عطلة نهاية الأسبوع لنتخلص من هذا العشب. حسناً، سوف أبدأ. تغطي مزرعته من التفاح 50 هكتاراً. قبل عامين توقف بيكمان عن استخدام مبيد الأعشاب غليفوسات والمبيدات الحشرية. ينبغي عليه الآن الاعتماد على آليات تنظيم الطبيعة نفسها، لكن التحكم في العشب دون مساعدة المواد الكيميائية هو تحدي كبير. لدينا غزو من الآفات، إنه جزء من الزراعة العضوية، لكنها مشكلة جديدة بالنسبة لي. ليس لدينا خيار لتنظيمها، علينا أن نأمل فقط أن تساعدنا الطبيعة وأن تتمكن الحشرات المفيدة من مكافحة الآفات. الانخفاض في الأرباح متوقع بعد التحول إلى الزراعة العضوية. هذا العام لدينا أيضاً عث أرثوزيا إنسيرتا وإصابات بجرب التفاح. في العام الأول تقلص محصول التفاح بنسبة 30%، كان ذلك درساً قاسياً. تحصل على الدعم المالي لأجل التحول، لكنه ليس قريباً بما يكفي ليكافئ المجازفة. عليك أن تتحمل عبء المجازفة بنفسك. لا يسمح له بتصنيف منتجاته كعضوية خلال الأعوام الثلاثة الأولى. السبب هو أنه بعد عقود من الزراعة التقليدية لم يتم اعتماد التربة بعد على أنها عضوية. أتحمل تكاليف الإنتاج في الزراعة العضوية، لكنني لست في موقع يخولني لتسويق منتجاتي على أنها عضوية. يضاف إلى ذلك الإنتاج المكلف مع الأسعار غير المؤكدة. المزارعون الذين يتحولون إلى الزراعة العضوية يحصلون على القليل من الدعم الحكومي أو قد لا يحصلون عليه. يختلف الأمر من ولاية إلى أخرى، لكن الآن هناك سوق مركزي للأسعار المخفضة يحاول أن يقدم المساعدة، وهو معروف بإلحاحه على المزارعين لتخفيض أسعارهم. أطلقت أسواق بيني التابعة لسلسلة متاجر ريفي مبادرة لمساعدة المزارعين الذين يتحولون إلى الزراعة العضوية لتعزيز القطاع.
نقدم للمنتجين الذين قرروا القيام بهذا التحول عائداً أعلى مقابل منتجاتهم مما قد يحصلون عليه في السوق الحرة مقابل المنتجات المزروعة تقليدياً. يعني ذلك أننا ندفع لهم علاوة نمررها في سعر التجزئة، لذا يدفع زبائننا أكثر قليلاً مقابل هذه المنتجات مما يدفعونه لأجل البضائع المزروعة تقليدياً، لكن ليس بمقدار ما يدفعونه إذا كانت البضائع معتمدة على أنها عضوية. إنها خطة تبدو منطقية مالياً بالنسبة إلى سلسلة أسواق بيني. إنها توفر التكاليف بتقليل حصتها من البضائع المستوردة المكلفة. 8% فقط من المزارع عضوية في ألمانيا. الطلب على الخضار العضوية محلية المصدر يتجاوز العرض. نعود إلى سيكم. استغرق الأمر هنا 13 عاماً لتتحول الزراعة في الولاية إلى عضوية. أعيد تدريب 66,000 مزارع. يزور بينفارد جاير مالا شيربا وزوجها. لديهما 4 هكتارات من الأرض فقط، لكنهما يزرعان 16 نوعاً من الفاكهة والخضار. رغم أن بإمكانهما العيش مكتفيان من بيع القرنبيط والبروكولي والملفوف وحدها. لا نكتفي بقطف الخضار من الحقل، بل نحب أيضاً أن نرى أن تربتنا بصحة جيدة. نفضل الزراعة حسب تسلسل معين للأنواع للحفاظ على خصوبة التربة. فزراعة محصول واحد كل مرة يعطينا نتيجة سيئة في انحسار التربة. لذا نفضل زراعة مجموعة من الخضار على ذلك النحو. يقومان بالحصاد 3 مرات سنوياً. ممارستهما للمشاركة في الزراعة تعني أنهما يزرعان محصولاً أساسياً مثل القرنبيط، إضافة إلى محاصيل أخرى تساعد في نموه. الهدف هو جني محاصيل صحية وقوية ووضع حد للأعشاب والآفات والأمراض. يحل السماد الطبيعي محل الأسمدة الصناعية. الديدان جزء لا يتجزأ من العملية. إنها تساعد في تفكيك النفايات العضوية إلى سماد طبيعي عالي الجودة لأجل الحقول. لا تحتاج المحاصيل إلى مساعدة كيميائية كما هو واضح. المحاصيل مستقرة منذ 6 أعوام. لذا ذهلت المزارعة عند رؤيتها للبطاطا المصابة بمرض فطري للمرة الأولى. قد يعني ذلك فشلاً كاملاً للمحصول. لكن في سيكم هذه الانتكاسات ليست كارثية. جني الأرباح ليس الأولوية الأساسية، وهم يعرفون أن محاصيلهم يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل. أحد الأسباب هو دورة المحصول. السبب الآخر هو السماد الطبيعي. يضمن هذا تربة صحية وخصبة للغاية. لذا ليست هناك أمراض تنقلها التربة، والمحاصيل قوية جداً. يستخدمون هنا الخصائص العلاجية للمستخلصات النباتية لمنع وقوع المحاصيل فريسة للأمراض. لدى مزارعي سيكم العضويين إيمان بوسائلهم. لا يمكنهم أن يفهموا لماذا لا تحذو الدول الأخرى حذوهم، خاصة ألمانيا. ما أعرفه هو أن ألمانيا متقدمة جداً فيما يتعلق بالتقنية العالية. لديهم الكثير من المعرفة. نحن لدينا ولاية صغيرة هنا. في ألمانيا هناك الكثير من الناس المثقفين. لذا أفكر، لما لا يمارسون الزراعة العضوية في ألمانيا؟ السبب في تعرض المزارعين في سيكم إلى القليل من الانتكاسات له جذوره في المعهد القومي لأبحاث الزراعة العضوية. يطور العلماء هنا وسائل لحماية وتقوية المحاصيل الزراعية على نحو أمثل اعتماداً على الممارسات التقليدية وأحدث الاكتشافات العلمية معاً. ينبغي على المزارعين أنفسهم أن يكونوا فاعلين. هناك أكثر من 700 برنامج تدريب متوفرة لهم. زراعة الذرة على سبيل المثال. هذا المزارع يجري تجربة باستخدام خلاصة شجرة النيم كشكل من التحكم بالآفات دون تأثير سلباً على الحشرات المفيدة. يعتقد عالم الأحياء رافيكانت أفاستي أن العمل الإضافي جدير بالعناء. الزراعة العضوية تثري خدمات الأنظمة البيئية. لدينا الكثير من الملقحات. لقد ازدادت أعدادها. ازدادت أعداد النحل والنحل الطنان وكذلك الفراشات. لذا هناك تأثير على نظام الإنتاج ونحصل على عوائد أعلى.
في سيكم إطعام السكان هو الاعتبار الأول، لكن مع حماية التنوع الحيوي والبيئة. تراكمت خبرة في الزراعة العضوية هنا في جبال الهيمالايا، ينظر إلى الطبيعة كأحدى الثروات القيمة التي تستحق التعامل معها بعناية. حقيقة أن سيكم أصبحت أول منطقة في العالم تتحول إلى زراعة العضوية بنسبة 100%، أمر يتعلق بمواقف الناس. أصدقاؤنا سيدي. أصدقاؤنا، هذا جميل. لاحظنا هنا أن لدى المزارعين عقليات مختلفة، إنهم يفهمون أنهم جزء من الطبيعة. ربما كان ذلك يتعلق بعقيدتهم، لكنهم يحترمون الطبيعة، ولهذا السبب لا يمكنهم تخيل استخدام السموم الزراعية والأسمدة الصناعية. الزراعة الخالية من الكيماويات رؤية تجعلها ولاية سيكم حقيقة. هنا في معهد آخر للأبحاث اجتمع العاملون والمزارعون للقاء الرجل الذي قاد تجديد سيكم كولاية عضوية نموذجية. شغل باوان شاملينغ أطول فترة لرئيس وزراء في الهند. هو ابن لمزارعين، وهو يسافر بانتظام عبر الولاية لحشد الدعم لمهمته. إقناع المزارعين بالاستغناء عن المبيدات والأسمدة الصناعية لم يكن سهلاً في البداية. لأكثر من 40 عاماً كانت الزراعة التقليدية هي المعيار هنا، كما هي الحال في بقية البلد. احتاج باوان شاملينغ إلى نفس طويل. كان من الصعب إقناع الناس وخاصة المزارعين، لأنه كان ينبغي على الناس تغيير عاداتهم وطريقة تفكيرهم، وهذا صعب جدا. لكن تمكن الناس ببطء من تقدير وإدراك أننا قررنا أن نصبح عضويين. هناك 3 ولايات أخرى في الهند تخطط للتحول الكامل إلى زراعة العضوية. تمكن باوان شاملينغ من إقناع سكان سيكم برؤيته، الآخرون الآن يحذون حذوه. رؤيتي هي أن على العالم بأسره التحول إلى الزراعة العضوية بحلول عام 2050. لهذا السبب نعمل جميعاً معاً لأجل مستقبل أفضل. إذا تعاوننا معاً سيكون ذلك ممكناً بالتأكيد. هذه هي رسالتي إلى العالم. لكن هذا هو الاختبار الحاسم. هل تتمتع الزراعة العضوية بالقدرة على تلبية الطلب في الدول الصناعية الكبرى؟ يحاول الباحثون في فريك بسويسرا الإجابة عن هذا السؤال. ل40 عاماً تمت زراعة هذا الحقل تقليدياً. في جواره مباشرة حقول تزرع عضوياً. أدت التجربة طويلة الأمد إلى اكتشاف هام: التربة في الحقول العضوية ذات جودة أعلى بكثير. أورس نيغلي يترأس هذه التجربة الطموحة الفريدة من نوعها في العالم. يقول بأنها تثبت أن النباتات العضوية أقوى من تحليلات منتقديها. بعد 40 عاماً يمكننا أن نرى أن لدينا 75 إلى 80% من محصول القمح المزروع تقليدياً. يمكنك أن ترى بالعين المجردة أن المحصول صحي أكثر، الأعشاب تحت السيطرة وليست هناك مشكلة، إنه حقل قمح مزدهر. أظهر الباحثون أيضاً أن هناك غزواً أقل من الآفات في الحقول العضوية. من الطبيعي أن تحدث مشكلات. هنا فشل المبيد العضوي في مكافحة خنفساء البطاطا على سبيل المثال. لقد تأخرنا قليلاً، لم يكن فعالاً كثيراً. تسببت خنفساء البطاطا بمقدار غير معتاد من الضرر. في الواقع يحل هذا النوع من المشاكل عادة بسهولة مع طرق الزراعة العضوية.
حتى إذا تطلبت الزراعة العضوية الوقت والجهد. يتوقع أورسنيغلي أوقاتا صعبة للزراعة التقليدية. إنه طريق مسدود، لأن هناك عدداً من المشاكل التي أصبحت مستعصية على الحل. بعض أنواع الأعشاب مقاومة لمبيدات الأعشاب، وبعض الأمراض مقاومة لمبيدات الفطريات. نشهد زيادة في تآكل التربة وانضغاط التربة، والنتيجة هي أنه أصبح يتعذر التحكم في الأنظمة ولم تعد قوية. من وجهة نظره هو وزملاؤه، النوع الوحيد من الزراعة الذي يمكنه تلبية احتياجات سكان العالم وإفادة البيئة هو الزراعة العضوية، لكن المستهلكين هم من سيقررون ما إذا كانوا يريدون زراعة عضوية أو غير عضوية. في الوقت الراهن، 9 مستهلكين من أصل 10 يشترون المنتجات المزروعة تقليدياً بشكل رئيسي لأن أسعارها معقولة. لكن لماذا أسعار الفاكهة والخضار المزروعة بمساعدة المبيدات والأسمدة الصناعية رخيصة الثمن؟ يرجع السبب جزئياً إلى الحروب بين أسعار الأسواق المركزية، لكن هناك المزيد. عامل حاسم آخر هو التكاليف الحقيقية ومن يتحملها. عالم الاقتصاد أدريان مولر يبحث في هذا الموضوع منذ بعض الوقت. لنأخذ الحليب على سبيل المثال، يتم الاحتفاظ ب 24 بقرة تتغذى على الأعشاب في الحظائر في مركز الأبحاث السويسري. تنتج كل منها 6000 لتر من الحليب سنوياً. من المتوقع أن تنتج السلالات عالية الأداء في مزارع الألبان التقليدية أكثر بنسبة تصل إلى 50% إذا كان لها أن تكون مربحة. هذا الإنتاج المتزايد سيء للبيئة، وليس المزارع هو من يتحمل التكاليف عادةً. نحن الذين نتحمل التكاليف، على سبيل المثال لأن علينا أن ندفع لأجل تنقية ماء الشرب بسبب النترات والمبيدات المستخدمة في الزراعة. نحن نتحمل هذه التكاليف. إذا استوردنا أغذية للحيوانات، عندها سوف تتحمل دول أخرى تكاليف إنتاج أغذية الحيوانات. إذن سننقل المشكلة إلى دول أخرى. وفيما يتعلق بالتغير المناخي، الأجيال القادمة هي التي سوف تتحمل تكاليف ما نفعله في هذا اليوم، لذا هي صفقة سيئة من كافة النواحي. قام الباحثون البريطانيون بحساب نتيجته أنه إذا تم أخذ كل التكاليف بعين الاعتبار، فعلينا في الواقع أن ندفع على الأقل ضعف ثمن الأغذية المنتجة تقليدياً. لكن من ناحية أخرى، قد تصبح المنتجات العضوية في المستقبل أرخص بفضل الروبوتات الزراعية والملاحة عبر الأقمار الصناعية. في هذه الآلة، كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، تحدد الأعشاب بين الخس وتقطعها على الفور بسكين. كان الأمر يتطلب 25 شخصاً يعملون طيلة فترة بعد الظهر لتحقيق نفس النتيجة التي نحصل عليها الآن مع شخص واحد يستخدم جراراً وروبوتاً. ينهي بيرنفارد جاير رحلته إلى سيكم بزيارة إلى أكبر منطقة زراعية في البلد. تغطي حديقة تيميلي شاي 177 هكتاراً. يعمل هنا 400 شخص وينتجون بعضاً من أفضل الشاي العضوي في آسيا. المحاصيل مستقرة تماماً. تضمن المواد المغذية المضافة في التربة الطينية أن تتمتع شجيرات الشاي بمرونة عالية. تظهر مزرعة الشاي العضوي هذه أن من الممكن إنتاج الشاي بالتناغم مع الطبيعة. كل من يدعي أن الزراعة الأحادية على نطاق واسع مستحيلة دون استخدام المواد الكيميائية يجب أن يأتي إلى هنا ويرى أنها ممكنة. بمجرد أن يتم جمع أوراق الشاي، يأخذها جنات الشاي ليتم وزنها. يكسبون أجوراً أعلى بشكل كبير من نظرائهم في دارجيلينغ المجاورة، ليس أقلها لأن العوائد جيدة، رغم أنها لم تكن مناسبة بعد أن تحولت المزرعة إلى عضوية. انخفضت المحاصيل بنسبة 2/3. استخدمت النباتات لأجل الأسمدة الصناعية والمبيدات ولم تكن مرنة بما يكفي لتبقى على قيد الحياة. انخفض إنتاجنا بشكل كبير، لكن بعد مضي 12 عاماً الآن، أصبح الإنتاج يعود إلى ما يقارب 100 طن وهو يزداد كل عام. نأمل خلال الأعوام الخمسة أو الستة القادمة أن نصل إلى المستوى الذي كنا قد وصلنا إليه عندما كنا نعتمد على الزراعة التقليدية. يلبي الشاي المنتج هنا جميع متطلبات الشهادات العضوية الدولية الكبرى.
تصل رحلة بيرنفارد جاير إلى نهايتها. لقد تأثر كثيراً بما رآه. يجب أن أقول بأن ما رأيته هنا لا نظير له حول العالم، بما في ذلك الظروف التي يعيش فيها الناس الذين يعملون بالزراعة. ليسوا مضطرين إلى استخدام المبيدات، مكان عملهم صحي، ويمكنك أن ترى أنهم يبلون بلاءً حسناً. من الرائع أن ترى أن المزارعين يتمتعون بهذا القدر من الفخر بما يفعلونه، وهم لديهم الكثير ليفخروا به. سيكم صغيرة، لكن رؤيتها كبيرة. ربما يبدأ المزارعون المناصرون للبيئة في جبال الهيمالايا بتغيير عالمي.